بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول، عندنا اليوم سورة قصيرة من سور القرآن الكريم اسمها سورة الفلق، نتعلم قراءتها بشكل صحيح وبشكل ممتاز. أتمنى منكم الانتباه إلى المقطع للتلاوة الصحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيد قراءة السورة حتى تتعلموها بشكل صحيح وممتاز. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي ألجأ إلى الله وأستعين بالله وأستعيذ به، برب الفلق، برب كل ما فلق أي خلق وفتح من الحب والنوى وفتح النهار فجاء النهار جاء الضوء وذهب الليل. من شر ما خلق، ألجأ إلى الله من شر، من أذية كل ما خلق من الإنس والجن والحيوانات، ألجأ إلى الله حتى يحفظني من سوء ومن ضرر كل المخلوقات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ الغاسق قال هو الليل إذا أقبل وغطى الدنيا وأقبل على الناس فعتمت الدنيا، هنا يخرج الناس الشريرة والحيوانات والكل مؤذي عمله وشغله أكثر ما يكون في الليل. فنحن نعوذ بالله من الليل وما فيه من الشرور وما فيه من الضرر من قبل الناس أو الحيوانات. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هناك السواحر الذين يعملون بالسحر، بيجيبوا حتى يضروا الناس، بيجيبوا بيعملوا عقد وبيشيلوا بيحطوا والعياذ بالله وينفثون في هذه العقد حتى يضروا الناس، يستعينون بالشياطين والجن لضرر الناس وإنزال الأذية بهم. فنحن نستعيذ بالله من هؤلاء حتى لا يضرونا. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كما أننا نعوذ بالله ونلجأ إلى الله أن يحفظنا من شر كل حاسد. ما هو الحاسد؟ الحاسد هو الإنسان الذي يتمنى زوال النعمة، زوال الخير عن الناس، هذا حاسد. يتمنى يطلب من الله، ما في شوف إنسان بخير وفيه نعمة، يتمنى زوال النعمة عن كل الناس وخاصة عن أخيه. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد، نعوذ بالله من الحسد. أتمنى منكم نسخ هذه السورة وحفظها بشكل ممتاز. بارك الله بكم.